السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نقدم لكم وصفة البغرير اللي جابتو لي سمية، الله يبارك. بغرير اكسبريس ولا بغرير سريع، ما شاء الله جا هايل، يعطيها الصحة. طلبت منها الوصفة، مدتها لي دركا سيغ بلاس باش نقول لكم واش فيها. فيها 3 كيسان تاع سميد رطب، ولا 3 كؤوس دقيق ناعم، دقيق القمح اللين، 3 كؤوس دقيق ناعم، وعندنا كاس نتاع فارينة ولا كاس طحين ابيض، كوب من الطحين الابيض، 3 اكواب من الدقيق الناعم، عندنا 3 اكواب ونصف نتاع ماء دافي، ولا 3 كيسان ونص نتاع ماء دافي، حتى 4 كيسان يعني على حسب النوعية نتاع الدقيق. عندك مغرف كبيرة نتاع خميرة تاع العجين، ولا ملعقة كبيرة من خميرة العجين اللي هي لوفيغ دو بيغ، عندنا ملعقة، عندنا كيس من خميرة الحلويات، كيس من خميرة الحلويات لوفيغ ستو اسمها لوفيغ شيميك، فوالا و فوالا هذا. وعندكم مغرف نتاع ملح، مغرف نتاع قهوة نتاع ملح، مغرف صغيرة نتاع ملح، ديروهم في البغا ميكسور. بيان سور كيما قلنا تقدري ديري الزيت تقدري ما ديريش، هي لهنايا استعملت الله اعلم فنجان من الزيت. فوالا ديريهم في البغا ميكسور، تخلطيهم لمده 3 دقائق ولا بالبغا ميكسور، ومن بعد تخليهم يريحوا 7 ل 10 دقائق على حسب حراره الجو. واش هي طيبه؟ السلام عليكم ورحمه الله.